نواصل إن شاء الله تعالى في مدارسة كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ يعني كما قال صاحب فتح المجيد هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال: كل وسيلة تفضي إلى الشرك فهي محرمة، كل وسيلة تفضي إلى الشرك فهي محرمة. لما حرم الله تعالى الشرك حرم الذرائع الموصلة إليه، ولذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، هو عبد الله لم يعبد الرجل الصالح وإنما عبد الله، لكن أين عبده؟ عند قبر رجل صالح. فجاء التغليظ في النهي عن ذلك. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن، قال: لأن التعلق والشرك بسبب العبادة عند قبر رجل صالح أقرب من التعلق بالأحجار والأصنام وهذه الأشياء والأشجار. الزول لما يكون جنب قبر رجل صالح ويتذكر صلاحه ويعتقد أن له مكانة عند الله سبحانه وتعالى، فيوسوس له الشيطان ويقوده إلى عبادة ذلك الرجل طلبا للقربى من الله سبحانه وتعالى. فلما كان هذا الأمر وسيلة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى في أن يعبد هذا الرجل، فقد حرمه الله سبحانه وتعالى. عشان كذا يلقينا كثير من الناس، والكلام ده مسجل ومرفوع الآن في النت وفي وموجود في وسائل التواصل وفي اليوتيوب وغيره، يجيبوا زول جنب القبر، وصل درجة ينادي صاحب القبر، زي جابوا رجل شيبة، هسي لو خشيت النت بتلقاه زول شيبة واقف جنب قبر حسن وتحسونة، يقول له: يا شيخ حسن وتحسونة، نحن جيناك فأعطي كل ذي سؤل سؤله، أعطي كل ذي سؤل سؤله. ولذلك يا جماعة، أي وسيلة للشرك حرمها الله سبحانه وتعالى. تعبد الله في المساجد، تعبد الله في البيوت، تعبد الله في كل مكان لم يحرم الله العبادة له فيها فيه. طيب، قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، هنا في الصحيح أي في صحيح البخاري ومسلم، في الصحيح هنا في صحيح البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة. وأم سلمة معلوم لما توفي زوجها أبو سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من أمهات المؤمنين. قالت عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة، قال عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، يعني ذكرت هذه الكنيسة وذكرت تلك الصور التي في الكنيسة. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. هنا في هذه النسخة
قال: بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، فبنوا المساجد والمعابد والكنائس على تلك القبور، وجعلوا فيها تلك الصور لهؤلاء الرجال الذين هم عندهم بالنسبة لهم أو عندهم من الصالحين. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذه في رواية البخاري. ففيه النهي الواضح عن اتخاذ الصور وعن تعليقها، وفيه النهي الواضح عن البناء على القبور وأن لا تتخذ مساجد تعبد من دون الله سبحانه وتعالى أو يعبد الله فيها. لأنه يا جماعة في فتح المجيد نقل الشيخ عبد الرحمن بن حسن في الشرح، قال: اتخاذ القبور مساجد، نقل عن بعضهم قال يحمل معنيين: المعنى الأول أن يصلى إليها، إلى تلك القبور، يعني هو الزول اللي بيصلي بيصلي لله سبحانه وتعالى، لكن أمامه شنو؟ القبر. المعنى الثاني أن يصلي يتقرب لصاحب القبر، يعني لو صليت لصاحب القبر ده ما شرك واضح معروف ما في اثنين، الصلاة لله وحده لا شريك له، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، هذا شرك. ولو صلى لله تقرب لله سبحانه وتعالى، لم يصلي ويتقرب لهذا الميت، ولكن صلى في هذا المسجد الذي فيه هذا القبر، فإنه محرم لأنه وسيلة إلى عبادة ذلك الميت. وجماعة الشيطان عنده خطوات، رب العزة والجلال قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطواتي الشيطان. هالزول بيحب فلانا من الناس، بيحبه بعد شوية يتعلق به، بعد شوية يعتقد فيه الكمال المطلق، بعد شوية يديه حقوق أو حق الله سبحانه وتعالى، يناديه والحقنا وافزعنا وكذا وكذا. عشان كده ابن القيم رحمه الله قال: أصول المعاصي كبيرها وصغيرها ثلاثة أصول: التعلق بغير الله، ومنتهاه الشرك بالله سبحانه وتعالى. يتعلق يحب الزول لما بعد شوية يجعله شريكا لله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قال: وكمال القوة الغضبية ومنتهاها الظلم وعلى رأسه القتل. قال: وكمال القوة الشهوانية ومنتهاها الفواحش وعلى رأسها الزنا. قد جمع الله هذه الأصول الثلاثة في آية واحدة فقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، تعلق لمن دعاه، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، غضب حتى وقع في الظلم بل وقع في القتل، ولا يزنون اشتدت عليه شهوته ولم يراقب ربه سبحانه وتعالى حتى وقع في شنو؟ في الزنا. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما رحيما. فزول يا جماعة لا يعبد غير الله، ولا يعبد الله في مكان عبادته دي تقود لقدام للشرك بالله سبحانه وتعالى. من القبور التي بنيت عليها هذه المباني ثم عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. وفي بلادنا هذه هسي تمشي الشعب هنا، شعب الخرطوم ولا بعيد
مسجد البرهانية فيه قبر، تمشي بحري مسجد الختمية، قاعدة الشغلة دي قريبة جدا ولا بعيدة. ها مربع واحد ذاته هنا دي مربع واحد، قال لك الشغلة دي يا جماعة مخالفة للشرع. هسي زول مادة لو قالوا لأولاده ندفنوا في وطه في نفس البيت بيعترضوا، يقول لك يا زول في مقابر تدفنوا في البيت كيف، والبيت ده ورثة بعدين ده نبيعه ونستفيد منه، وادفنوا في بيت الله سبحانه وتعالى. شوفوا عليك الناس دي، يعني هو في بيته ما بيرضى يدفنوا ويرضى في بيت الله سبحانه وتعالى. واحد في البلد في رفاعة قال وصى انه يدفنوا في المسجد، قال لانه دار يسمع الاذان طوالي، يعني وصلوا الاذان انت الا في المسجد، كان اصله في سماع للاذان. المقابر دي ما جنبها بعيد كده مساجد في الحي الجنبها وكذا وكذا. نسأل الله العافية. ومثل هذه الوصايا كما ذكر أهل العلم لا يلتفت إليها ولا تطبق، بل يحرم ويمنع ويمنع إنفاذها كما في فتح المجيد، ونقل ذلك عن جمع من العلماء منهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ما بجوز ذات وصية زي دي تشنو تنفذها. طيب، ولهما للبخاري ومسلم عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل برسول الله أي نزل عليه ملك الموت والملائكة الكرام كما قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى. لما نزل به نزل هذا الملك ومن معه من الملائكة لقبض روحه صلى الله عليه وسلم، طفق يعني جعل، طفق يعني جعل، جاءت بالفتح طفق وجاءت بالكسر، والكسر أفصح، طفق يطرح خميصة له، والخميصة قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن كساء له أعلام، يعني زي المنديل وعنده شرشر يعني أعلام كذي شراشر بالجنبات، زي المنديل قدر المنديل وقدر الفوطة اللي بيخدوها فوق الترابيز تلقاه شنو في البيوت. فيطرح النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الموت وفي شدة الموت، يطرح خميصة على وجهه صلى الله عليه وسلم حتى قال فإذا اغتم، قالت عائشة رضي الله عنها طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك في شدة الألم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الكلام ده يا جماعة فيه فوائد كثيرة جدا. من هذه الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم امتلأ قلبه كما سيأتي البيان إن شاء الله تعالى بمحبة الله وبتعظيمه وبحبه والخوف منه سبحانه وتعالى، وكان همه الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك ونشر الخير بين الناس. لأنه يا جماعة زول في شدة الموت شدة الألم كونه يقول الكلمات دي دل على حرصه وأن هذا هو همه صلى الله عليه وسلم، ده همه الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والكفر وأسباب الشرك كما سيأتي أيضا في الأبواب المقبلة أو القادمة إن شاء الله تعالى. فالزول الداعية إلى الله سبحانه وتعالى ده يكون همه. بعض الدعاة كما قال ابن عثيمين رحمه الله في قول الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد في القول المفيد لما تكلم في قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وذكرنا هذا الكلام من قبل، قال بعض الناس يدعو إلى الله أي بلسانه وهو يدعو إلى نفسه، يعني هو بيقول الدعوة ظاهرة يدعو إلى الله لكنه غير مخلص يريد المكان هو بين الناس. قال وعلامة ذلك ودليل ذلك أنه إذا عصي يعني دعا الناس ثم عصوه غضب
لا يغضب لأن الله عصي لأنهم خالفوا أمر الله، وإنما يغضب لأنه هو قال كلاما فخالفوه في هذا الكلام. فالزول يا جماعة دعوته دي قبل ما تقعد تتكلم في الدين وقبل ما تجيب تتكلم، شوف انت بتتكلم لشنو، انت داير شنو من الدعوة؟ انت بتبلغ في المساجد وتمشي وتطوف وتتكلم في الحلقات وتلقى الشباب تقعد معاون والكبار والصغار، وفي المواصلات تناقش، وفي البيت انت بتدعو لشنو؟ انت قصدك من الدعوة دي شنو؟ لو مخلص لله أبشر بالخير، انت في خير كبير. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لو بتدافع عن الدين وتدافع عن الله سبحانه وتعالى انت مخلص، أبشر بالخير تب. لأنه إذا كان في سنن الترمذي حسنه الألباني من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجه النار يوم القيامة. إذا الزول اللي بدافع عن زول من المسلمين بدافع عنه، ده قال لك الله بيدفع عنه النار يوم القيامة، فكيف بمن يدافع عن الله سبحانه وتعالى؟ أنت تكون في خير كبير جدا. وكان كمان بس قصدك من الدعوة شوفوني وكذا والناس يسنوا عليك ومالين موبايلاتهم بتسجيلاتك ومحل ما تمش في الشارع يا فلان وكذا وتفضل والله ما كذا وكذا وكذا وكذا، انت بعد تورطت اخر لك كان تسكت. اول من تسعر بهم النار شنو؟ ثلاثة في صحيح مسلم. اول واحد في الثلاثة ديل هو الزيداء، يتعلم ويساهر ويحفظ ويدعب ويقرأ القرآن لكنه أراد مدح الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد قيل، يعني بيقولوا لك تراهم بشكروك لكن بعدين بتتورط، ما يطرح على وجهه في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان همه دعوة الناس إلى هذا التوحيد وإلى هذا الدين العظيم. من الفوائد الزول ما يدعو في حالة الرخاء بس، بل حتى في الشدة في لحظات الموت، دي آخر لحظات، دي الوصية خلاص. وصيتك اللي بتكون في آخر لحظات الناس براعوها، خاصة الناس اللي بيحبوك وبيجلوك، فتوصيهم بالعقيدة والتوحيد قبل ما ورقة كتبتها، كتبت الوصية قبل ما تكتب البيت ده بقوا على عشرة والأولاد وحافظوا عليهم وكذا وكذا وما تبيعوا كذا وبيعوا كذا. أول شيء وصيهم بتقوى الله، وصيهم بالتوحيد، أولادك ديل يراعوا العقيدة ويعلموها أجيالنا البعدن، لأن إبراهيم عليه السلام الله قال عنه: وجعلها كلمة باقية في عقبه. ولذلك يعقوب عليه السلام في الموت قال لأبنائه: ما تعبدون من بعدي. ده هم دي تكون وصيتك أول شيء، بعد ذاك تاني جيب الديون واكتب الحاجات الثانية وكذا وكذا وكذا، وقول لهم ما تسووا فراش ما تشيلوا الفات حي بدعة زحوها إلى آخره. بعد ذاك كان موت ترى وبعد تتوب ده الله بيرحمك. طيب، فالإنسان يدعو إلى الله في حال الرخاء وفي حال شنو؟ الشدة. والموفق ما وفقه الله. عشان كذا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله قالوا له: أنت أي محاضرة تتكلم في العقيدة والتوحيد؟ قال: من فضل الله علي ما أقمت محاضرة أو درسا إلا وتكلمت في العقيدة. ده من فضل الله علي. عشان كذا ولده علي ابن الشيخ محمد أمان الجامي قال لي أبي قبل أن يموت بلحظات آخر كلام، قال: يا بني أقرئ هؤلاء العلماء مني السلام وقل لهم يهتموا بأمر التوحيد. ومات. الشيخ أحمد النجمي ولد عبد الله بن أحمد النجمي ذكر وصيته ونقلوها مكتوبة ونقلوها صوتية، أغلبية توحيد التوحيد 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 إلى آخره، اهتم بالتوحيد. طيب، قال: فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك في تلك الشدة وفي تلك اللحظات العصيبة: لعنة الله على اليهود والنصارى.
لماذا لعنهم ودعا عليهم باللعن وهو الطرد من رحمة الله؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الأنبياء يموتوا يدفنون يقوموا يبنوا عليهم مساجد، ما إلا يصلوا فوق القبر. ده برضو من المعاني التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن حزم، يعني ما إلا يصلوا فوق للقبر، يقفوا فوق القبر يصلوا، بل لو صلوا وتوجهوا إلى القبر فهذا من مما حرمه الله سبحانه وتعالى. طيب يا جماعة، في بعض الناس من المعاصرين سمعناهم بآذاننا وضجت بهم الوسائل الإعلامية، يقولوا لك ديل اللعنون ديل اليهود والنصارى ما لعنوا المسلمين، وده جماعة من أبطل الباطل، لأنه لعنوا لشنو؟ لعنة الله على اليهود والنصارى. ليه لعنوا؟ هل اليهود والنصارى معاصي ومخالفات بس اتخاذ القبور على المساجد؟ هل دي مخالفات بس ولا عندهم مخالفات تانية؟ عندهم مخالفات تانية، الله ذكر في القرآن لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. والله سبحانه وتعالى قال وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. واليهود عندهم مخالفات كثيرة جدا، كونه يذكر المخالفة دي بعد اللعن معناه اللعن سبب شنو؟ سبب المخالفة دي، ده المفهوم. لو قال لعنة الله على اليهود والنصارى قالوا في الله كذا، يبقى سبب اللعن شنو؟ قالوا في الله كذا، مع أنه ديك ثبت اللعن بنصوص أخرى. قوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، دل على أن سبب لعنهم اتخاذ القبور شنو؟ مساجد. ده ما الفهم العام، ده ما العام ممكن يناقشوك. طيب نحن نقول لهم أيهم أفهم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عائشة رضي الله عنها التي سمعت الحديث مباشرة، بل مات صلى الله عليه وسلم بين نحرها وسحرها وصدرها، ولا أفهم لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام دكتور فلان وفلان والمفكر الفلاني والمنظر الفلاني وشيخ الطريق الفلاني والدجال الفلاني؟ أفهم يا تو؟ مش عائشة رضي الله عنها؟ شوف عائشة رضي الله عنها روت الحديث، أنت بتغالطها؟ روت الحديث، علقت بعد طوال، قالت قالت بعد ذلك يحذر ما صنعوا، يعني قال هذا الكلام يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أخرجاه في البخاري ومسلم. يعني عائشة ما روت الحديث بس رضي الله عنها، علقت عليه بعد، قالت ليش شنو؟ قالت ليه قال الكلام ده الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالت يحذر ما صنعوا، ده تحذير من الشلع عملهن لهم، اتخذوا القبور شنو؟ مساجد. وده لك قبور أنبياء، ما ناس قبور أنبياء قال لك ما بجوز اتخذ مساجد، فكيف بقدر غير الأنبياء؟ ولولا ذلك أبرز قبره صلى الله عليه وسلم، أي أخرج إلى البقيع ودفن مع الصحابة، غير أنه خشي هؤلاء الصحابة هم الذين خافوا وأصابتهم الخشية من أن يتخذ مسجدا، وخشي هو النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط فتح الخاء، خشي النبي صلى الله عليه وسلم، خشي مبني للمجهول وهو معلوم هنا وهم الصحابة كما في فتح المجيد. فما بجوز يا جماعة البناء على القبور، ولا بجوز الناس تبني مساجد وتدفن فيها القبور، ولا في أي ناحية من المسجد، لا قدام ولا وراء ولا بيمين ولا بشمال، كله مبجوز. طيب، ولمسلم عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، خمس جاءت مذكرة
دل على أن المعدود مؤنث خمس ليالي، خمس ليالي، وهو يقول قبل ما يموت بخمس ليالي صلى الله عليه وسلم. يعني الكلام ده ما جاء ونسخ، ما يقول لك ده منسوخ، وقبل ما يموت بخمس ليالي يعني ما قالوا بدري وجاء كلام بعده خالف عشان يبقى منسوخ ولا عام وخاص ولا مجمل مبين إلى آخره. طيب أو مبين. قال ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، يعني أنتوا أصحابي وأنا بحبكم لكن ما بتخذ خليلا منكم. ليه؟ قال فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. الخلة درجة من درجات المحبة، المحبة عندها أكثر من تسع درجات. الزول بيشوف المحبوب أو بيسمع به فيتعلق قلبه به وتصيبه مودة تجاهه وتتيم وغرام أنواع. أعلى درجات المحبة ذكر كل الأنواع دي، ذكر ابن عبد العزيز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية ذكر كلها. أعلى درجة في المحبة اسمها الخلة، والخلة أصلا من الخلة، من الخلة بالفتح، والخلة المكان الفارغ إذا ولج فيه والج. فالخلة تلج هذه المحبة إلى القلب فتتخلل القلب، يعني تدخل القلب محبة وتخلل القلب ده كله، فلا تجد في القلب مكانا فارغا لغير الخليل. وهذه الدرجة بلغها من الخلق رجلان، النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، وإبراهيم عليه السلام كما في سورة النساء، واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا لمكانة شنو؟ أبي بكر. قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون، وذا الشاهد، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. مش ذا كلام واضح؟ وده بيشرح الحديث الجبل. الناس اللي بيقول لك ده خاص باليهود والنصارى وكذا، الرسول عليه الصلاة والسلام هنا صرح عديل، قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ديلكم ألا فلا تتخذوا، أنتم فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. مش كلام واضح جدا ولا دار شرح كثير. طيب قال المصنف رحمه الله فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق، يعني في سياق الموت كما قال الشيخ محمد حامد الفقهي رحمه الله، في السياق يعني في سياق الموت، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. قال والصلاة عندها، عند هذه القبور، من ذلك، من مما لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك الأمر. قال وإن لم يبنى مسجد، يعني كونه أنت تصلي إلى القبور ده مما يدخل في اللعن، وإن لم تبني مسجدا عليها. ليه؟ والدليل شنو؟ قال وهو معنى قولها عائشة رضي الله عنها في الحديث الأول خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا صلى الله عليه وسلم، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. الدليل
كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كما في صحيح مسلم وفي غيره من رواية جابر رضي الله عنه. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. شكي الشيخ عبد الرحمن ابن حسن قال، وهكذا الشراح قالوا: اليهود والنصارى كانوا يصلون في موضعين، في الكنائس وفي البيع في المعابد. واحد عندهم حرب، معبد رهبانية يترهب في هذا المعبد، ولا بصلوا في الكنائس بس ما عندهم محل تاني، يعني في السوق يفرش له فرشة يصلي، جاء وقت الصلاة وما في مسجد أو ما في كنيسة قريب يصلي، ما عندهم. أما في الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي يصلي العبد في كل مكان طاهر إلا في ثلاثة مواضع: لا يصلي في المقبرة، ولا يصلي في الحمام، ولا يصلي في المكان النجس. لا يصلي في المقبرة ولا في الحمام ولا في المكان شنو؟ النجس. هل ده معناه انه المقابر نجسة عشان كذا منعوا الصلاة فيها؟ لا، ما معناه كذا. والدليل على انه ما معناه كذا يأتي ان شاء الله تعالى، دليل واضح. يعني ما يقول لك حرموا الصلاة في المقابر، يعني لو في مظلة في المقابر ما تصلي فيها صلاة ظهر ولا عصر إلا صلاة الجنازة، يعني دي أصلا على الأموات، من زيادة صلاة الظهر. ودي من الأخطاء الشائعة الآن، يصلوا في المظلة بتاعت المقابر الظهر، بعد ذاك تاني يخطوا الجنازة يصلوا، ما بجوز، بجوز صلاة الجنازة فقط. أما الصلاة ذات الركوع والسجود إلى آخره فهذه لا تكون في المقابر، وتأتي النصوص الواضحة في ذلك إن شاء الله تعالى. طيب، قال: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس، ذكر صنفين من الناس، هم من شرار الناس، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. آخر ناس في الأرض ديل من شرار الناس، شكل الأمة دي أفضل ناس فيها أوائلها، النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ثم التابعين ثم التابعون وأتباع ثم أتباع التابعين، ديل أفضل ناس ومن سار على نهجه وهكذا. شكل أنس رضي الله عنه قال في الصحيح، قال: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، هكذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم، نعني بالصحيح الثابت يعني. فدائما الناس ماشية شنو، حتى في القرآن بتلقى في أصحاب اليمين قال: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، لكن في المقربين قال: ثلة من الأولين وقليل شنو من الآخرين. طيب، قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، ده الصنف الأول. الثاني: والذين يتخذون القبور مساجد، رواه أيضا أبو حاتم في صحيحه وهو في مسند الإمام أحمد أيضا. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، دل من شرار الناس، هس يطلعون من أكبر أولياء الله سبحانه وتعالى. تعرفين يا جماعة من أسوأ الأشياء في الزمن ده، في ناس كتار والله طيبين، وناس يحترموا النصوص، وناس يتأدبوا معاه، واحد في شدة العاطفة الشديدة تلقاه يقدم النص على هواه أو على عاطفته، ده زول طيب وده زول موفق وده زول الله بشره في القرآن: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون، ما قال الذين يستمعون القول ثم يتبعون، فيتبعون طوالي بيتبع،
اتبعونا أحسن. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. طوالي تلقاه بيطبق الحق، ده زول فيه خير. حتى جماعة لو الزول جاهل واقع في أخطاء، كان جاهل، ما دام إنه مجرد ما يسمع الحق بيقبله، ده زول كويس، لأنه الزول أصلا ولده جاهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فما العيب الأكبر إنك تكون جاهل وإنت داير الحق؟ كونك إنت جاهل ودار الحق ده ذاته ما عيب، لكن العيب إنه الزول يكون جاهل ويبين له الحق ويصر على الجهل، على الجهل. طيب، الآن من أسوأ ما يوجد أنك تجد الناس إلا من رحم الله يقدمون العادات وما قاموا عليه على نصوص الكتاب والسنة. يعني يقول لك أنا قمت كذي، يقول لك نحن قمنا كذي، أنت تدي الآية والحديث يقول لك لا، ما نحن قمنا كذي. والمسلم يستسلم لأمر الله، يفعل الطاعة ويجتنب المعصية. زول يا جماعة يقدم النصوص، والله ده من أسباب الثبات على الدين إلى الممات. دار تكون ثابت كذي وتموت على حسن خاتمة وتكون في خير طوالي، عود نفسك بس جاك حق طوالي تقبله، ولو 70 سنة انت عليه فهم خاطئ وقالوا ده حق، جابوا لك الحق ولو جابوا لك صغير، رجل صغير. كفار ديل ما كانوا بيجوا لأبي طالب ولا أبا طالب إن ابن أخيك، يعني ما بقول له إن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إن محمد رسول الله قال كذا وكذا، إن محمدا أو إن ابن أخيك، والدخوك والدخوك. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين شنو عظيم. يا أخي عشان كده يشوف الأنبياء دل كانوا متواضعين. سليمان عليه السلام جاءوا كلام من طيرة، طيرة، ما قال يا أخي انت طيرة زايم شكا، قال سننظر أصدقت أم كنت. خليك متواضع، وقف جيش كامل عشان نملة بس. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم شنو يشعرون. إذا تنملة محترمة، ابن القيم قال النملة دي اعتذرت لهم ذاته، يعني قالت كان حطمون الناس دي ما حاسين بينا، اعتذرت ذاته قالت ما تزعلوا كان حطمون، لكن كذا خشوا سريع. الله قال فتبسم ضاحكا من قولها. ذاك الإنسان دائما يقبل الحق، تقول ده وليد صغير ولا دعد لي ولا كذا وكذا وكذا وكذا. اقبل الحق ولو جاءك من بغيض، زول بغيض لك جاب لك الحق اقبله. عشان كذا القرآن ده دائما يحق الحق ويبطل الباطل، حتى ولو قال الحق اهل الشرك ولو قالوا على انفسهم. الله قال واذا فعلوا فاحشة، كفار ذل، قالوا وجدنا عليها آباءنا، لا لقينا أباءنا بيعملوا كذا، والله أمرنا بها. الصدق اللي قالوا الله خلاه رد على الباطل بتاعه الكذب الثاني. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، لكن الأولى ما قال شنو أبهاتكم، لأنه أبهاتهم فعلا كانوا يعني واقعين في اللخبطة. لذلك أنت دائما شنو تقبل الحق وترد الباطل. طيب، قال فيه مسائل في هذا الباب وفيما ذكر. الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. ولو نيتك كويسة انت طالما ده سبب يفضي إلى الشرك والشر اتركه. الصلاة جات ما تصلي في مقابر ولا في كذا ولا في مسجد فيه قبر، أمشي المساجد، مساجد المسلمين كثيرة. وده ما معناه إلا الناس تصلي مع ناس فلانة وعلام من الناس، صلي مع المسلمين ديل، أصلي في المسلم البراء. جيت داخل مسجد ما تجد للإمام، أجيب هذا قبل ما تبدأ.
أها رأيك شنو وكذا، خلي الأصل في المسلم ده شنو، براء دخلت مسجد صلي، ما تزال ذات الإمام عقيدتك شنو كذا، الأصل في الإنسان البراء، لكن مسجد فيه قبر ما تصلي فيه، ولا مقابر في مظلة أو في المقابر ما تصلي صلاة، دي بتجينا إن شاء الله لقدام، ما تصلي صلاة فريضة ولا صلاة نافلة إلا صلاة شنو الجنازة، لأنه دي أصلا على شنو على الأموات. تفضل عم إدريس. نعم. والمسجد خارج السور بمسافة يعني بسيطة من السور إلى السور يجوز فيها الصلاة؟ ده بجوز، ده بجوز، ده ما في مشكلة ما دام هي مسورة وهو خارج السور وبمسافة زي ما أنت ذكرت، ده ما في مشكلة. طيب الثانية، فالزول يا جماعة دائما أسباب الشرك يبتعد منها، ودائما ما دام الناس اتخذوا قدوة ولو من الناس ولو ولدك، ما دام بيقتدي بك انت ما تفعل لك فعل ولدك بعده بسببك يضل. عشان كده سفيان الثوري قال صار لا يسعنا الا التبسم، قال زمان بنضحك وكذا نتونس مع الناس الى اخره، قال لما بيجوا يقتدوا بينا في اي شيء يقولوا سفيان فعل وسفيان، قال صار لا يسعنا الا التبسم، الزول لو دار يضحك بصوت عالي ذاته يقول يا اخي الناس بيقتدوا بي. قال شنو؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان براعي للأشياء دي، الكعبة ناقصة، الرسول حاضرة صلى الله عليه وسلم، لما بنوها ناقصة اتكسرت وشققت وجبنها ناقصة، الرسول حاضرة صلى الله عليه وسلم وعارف قواعد إبراهيم حدوده وين، هم بنوها ناقصة لأنه قالوا قروش بتاعت ربا كفار ونموش، لكن بعظموا البيت قالوا قروش ربا وقروش حرام ما ندخلها في البيت، جمعوا قروش حلال بقت ناقصة بنوها ناقصة. والنبي عليه الصلاة والسلام عارف الكلام ده، وكان عمره 35 سنة لما جه ذاته للحجر الأسود وكذا، والقصة المعروفة. بعد النبي عليه الصلاة والسلام جاءت النبوة ودعا إلى الإسلام وأسلم الناس، بعد ده في صحيح البخاري قال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديثوا عهد بكفر، يعني كانوا كفار وأسلموا جداد وكذا وكذا، لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا أو باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه، فترك إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم مراعاة لشنو للمصالح والمفاسد، عشان الناس ما يرتدوا يقولوا والله محمد غير أي شيء في الدين، الكعبة ذاتها ما خلاه، عشان ما الشيطان يدخل لهم بالباب ده خلاه شنو كما هي. بل في السلسلة الصحيحة امرأة يقال لها أم كبشة من قضاعة جاءت فقالت يا رسول الله إذن لي في الجهاد، ما شجاهد مع الرجال ما شجاهد جهاد جد، قال لا، قالت يا رسول الله أداوي المرضى وأسقي العطشة، ما بشيل سيف بس العيانين المجروحين أنا بداويهم، والعطشانين تراهو بسقيون مش حاجة طيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اجلسي في بيتك أو اجلسي لئلا يقال محمد خرج يغزو بامرأة، عشان ما يقولوا الرسول مشى يجاهد معه كمان نسوان ساقن للجهاد، فالإنسان يراعي هذه الأمور ما يكون شنو كما يفعل الكثيرون اليوم. طيب قال الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، فهو أمر غليظ وهو أمر التماثيل والصور إلى غير ذلك. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بيّن لهم هذا أولا، زمان بيّن لهم، قال ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم، دي فائدة يا جماعة كبيرة جدا،
يا الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال أنا زمان قلت لهم ما تبنوا فوق القبور أو اليهود ديل بيبنوا أو النصارى كذا كذا، بل قبل ما يموت بخمس ليال وقبل وكذا وحتى في لحظات الموت هو يذكر هذا الأمر، يذكر بهذا الأمر، دل على أن التوحيد ليس مجرد مرحلة كمراحل السياسيين وبعض المنحرفين وكذا وكذا، أي مرحلة عندهم شيء معين يقول لك المرحلة القادمة عندنا كذا وكذا والخطوة القادمة كذا وكذا، لا، التوحيد يواصل به صاحبه علما وعملا ودعوة إلى الموت، إلى الموت. طيب، قال الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أنه سيموت كما أن كل ميت كل إنسان سيموت، ولكن نهى صلى الله عليه وسلم أن يفعل بقبره ما فعل بقبور بعض الأنبياء قبل أن يقوم القبر أصلا، قبل أن يقوم. ودي بقى فائدة، لأن بعض الناس يا جماعة الليلة بجادل عن شيوخ الطرق يقول لك يا أخي الكلام ده زي ما قال واحد اسمه محمد مصطفى الياقوتي، قال في مناظرة مع واحد اسمه محمد إبراهيم البلة، ده مناظرة، قام قال لمحمد إبراهيم البلة هنا الاثنين يعني لا يرضوا من يرضي الله سبحانه وتعالى، قام قال له انتوا الأخطاء اللي بتقعوا فيها، ده الصوفي قال لي ذاك، الأخطاء اللي بتقعوا فيها بيقعوا فيها ناس كبار فيكم، وده كلام باطل إذا قصد بذلك الدعوة الحق. قال له وأما نحن الأخطاء اللي بيقعوا فيها ديل الجهلة والناس الأتباع، قال له الأخطاء اللي بيقعوا فيها الصوفية ديل الناس الجهلة وديل الناس شنو الأتباع، عشان كده كثير من الناس بحاجج بالحجة دي، يقول لك يا مولانا أنا والله قعدت مع شيخ فلان، زول لك أول شيء وشه ما شاء الله ناظر، وزول عنده سمت لابس له حاجة كده زي الطرحة وساوي الأشال زي علامة فيه ورابط نصه وبخور مولع سبحته مترين، زول يا مولانا والله النور مارق من وشه وما مرطب وشغال طلبة أصلا منور، بعدين يقول لك النور، والزول يا مولانا الكلام الحاصل اللي بيقولوا ده ناس ينادوه كذا وكذا، يا مولانا ديل الجهلة ديل الصغار، ده ما هو أي النبي عليه الصلاة والسلام قبل قبره يجي حذر من انه شنو يتخذ مسجدا. الصوفي الشيخ يعلم لا بعلم الغيب لكن بالتتبع والاستقراء من حال قادة الصوفية ان الميت من قادتهم يبنى له شنو قبة، بيبنوا له قبة، صح ولا ما صح؟ ولا ينهى عن ذلك، ولا ينهى، بل يرى الباطل، بل يدعو إلى الباطل. لأنه يا جماعة احنا نرد على الكلام ده بالراحة بمثال واحد، عبد الرحيم محمد وقيع الله البرعي، عبد الرحيم ده أصلا اسمه عبد الرحيم محمد، لقبوه بالبرعي على برعي اليمن، ومشوا قالوا زل كذا وفعل كذا وكذا ودرس كذا وكذا وكذا. طيب الرجل ده براحة كده من غير أي إساءة، الزول ده عند الصوفية قائد ولا من الجهل والتبع؟ مش قائد باتفاق من يعرف البرعي ويعرف حاله في السودان، الزول ده قائد صح ولا ما صح؟ طيب البرعي يقول في كتاب ديوان رياض الجنة ونور الدجنة ألفه هو بيده، وديل زعلانين هسه انت لما ترد يقوم يقول لك مالك وماله، وفي مقدمة كتاب البرعي قال وأذنت للمصلحين إذا رأوا فيه خللا أن يصححوه وأن ينتقدوه، ده زعلان زاي وذاته قال أردموني، كان أنا كان غلطة قال أردموني، خلونا الناس أردموني، قال براه قال كذا، قال صح، قال لو في خلل طوالي الناس تبين، وهو يقول الخلل
ليس كما يتوهم الذي يسمع هذه العبارات إذا وجدوا خللاً وكذا، إنه خلل بهفوة. أسمع كلام وشوفوا واضح كيف. قال في الكتاب ده: إن ناب خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. كان جات مصيبة في البلد، خطب مصيبة، تنادي منه في المصائب؟ البرعي قال له: قل يا ولي الله إسماعيل. نادي إسماعيل، إسماعيل لما تفون في الأبيض. جاته مصيبتان، إسماعيل ذاته، مش قال نادوا في المصائب، هو ذاته جاته مصيبتين. الأولى ضبحوا الغفير بتاعه، جابوها ناس جريدة الدار سنة 1436 هجرية أو في هذا النحو، قبل 3 أو 4 سنوات. المصيبة الثانية السنة الفاتت أو القبلية، جابوها برضو في الجريدة، قالوا انهيار قبة الشيخ إسماعيل الولي بعد قيامها 100 سنة. 100 سنة قبة كلها كم متر؟ بعد قامت 100 سنة، بعد ذاك في النهاية شنو؟ وقعت. ينادوه: الله السما دي ماسكه كم سنة؟ سنة ولا سنتين ولا 100 سنة ولا 1000 سنة؟ ولا لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. ودل السما ذاته لو زالا بقعا في مخلوق وليس في الذي خلقهن. ودا القبة لما وقعت، وقعت في سيدة ذاته الرب، تر 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 كلها فيه. معقولة يا أخي؟ طيب نواصل إن شاء الله تعالى في مدارسة هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى: الخامسة من المسائل أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم أي اتخاذ هذه القبور مساجد. السادسة: لعنه إياهم على ذلك، لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلا فاللعن يكون بأحد وجهين: إما أن يخبر بأنه ملعون، ولا شك أن خبره صلى الله عليه وسلم صدق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الوجه الثاني: أن يدعو عليه صلى الله عليه وسلم باللعن، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم مستجاب شنو؟ الدعاء. في كلا الأمرين فالأمر في غاية الخطورة. السابعة: أن مراده تحذيره إيانا عن قبره. لا، وهذا تفسير عائشة رضي الله عنها وشرح عائشة رضي الله عنها للحديث لما قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. الثامنة: العلة من عدم إبراز قبره صلى الله عليه وسلم، عدم إبراز القبر لئلا، وما ذكر من الحديث لئلا يتخذ مسجدا. التاسعة: أن معنى اتخاذها مسجدا أو في معنى اتخاذها مسجدا، وتبين مما سبق أن المعنى إما أن يصلى إليها أو يصلى فوق هذه القبور أو يصلى يتقرب بهذه الصلاة لصاحب القبر. العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. يعني شنو؟ شرار الناس الذين تقوم عليهم شنو؟ الساعة. ديلها الشرك وهالكفر. قبل ما تصل الدرجة دي ذكر الذريعة وهي اتخاذ شنو؟ القبور. طيب. 11:
ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما شرار أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة، وستفترق شنو؟ أمتي، قال أمتي. هو بعض العلماء مرقون أو العلماء مرقون من 72، يعني قالوا ديل بر شنو 72، ديل أصلا أهل ضلال وأهل انحراف وأهل كفر، بر 72. وهم الرافضة والجهمية، الرافضة الشيعة المعروفون الشيعة ذيل، والجهمية أتباع الجهم ابن صفوان. الجهمية عندهم ضلال كبير جدا، وهم من شر أهل الكفر ومن شر الطوائف، بل سئل الإمام أحمد قيل له، قال له رجل: أصلي خلف من يشرب الخمر والمسكر؟ قال: لا. قال: أصلي خلف جهمي؟ قال: أنهاك عن الصلاة خلف مسلم فكيف أدعوك للصلاة خلف كافر؟ يعني هو ديل من أكفر أهل الأرض. ليه يا جماعة كفار المرجى؟ لأن من أبرز عقائدهم ثلاث عقائد كفرية واضحة جدا. العقيدة الأولى يقولون بأن القرآن مخلوق، بيقولوا ماذا أنت بتقول لهم؟ القرآن كلام الله، والله كلامه ما مخلوق، الله كلامه ما مخلوق، وده كلام الله، والله يتكلم، وكلم الله موسى تكليما: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. دي العقيدة الأولى الكفرية، ودي واجههم فيها الإمام أحمد وكذا وكذا. العقيدة الثانية الكفرية عند الجهمية أنهم لا يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى، ما بيثبتوا الصفات لله، ولذلك يعتقدون أن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يغضب ولا يرضى، يناقضون القرآن تماما. عشان كذا شيخ الإسلام تيمية من المجلد الأول للمجلد الثامن وقدام ما في مجلد يكاد يخلو من ذكر الجهمية، يرد عليهم، يرد. العقيدة الثالثة، ودي من أخبث العقائد، أنهم يعتقدون أن الإيمان مجرد المعرفة، يعني بيقولوا الإيمان تعرف الله بس، ما شرط تنطق بلسانك تقول آمنت بالله كما قال تعالى قولوا آمنا بالله، ولا شرط تعتقد بقلبك، ولا شرط تصلي وتصوم، ده كله ما شرط. بل قال شيخ الإسلام تيمية: الجهمية يعتقدون أن الذي يعرف الله، الله فيه، يعرف وجود الله، فإنه مؤمن وإن سب الله وإن سب رسول الله وإن قتل نبيا من الأنبياء وإن أتى بكتاب الله فوضعه فوطئه بقدميه. قال بيعتقدوا إنه ده مؤمن، مش الله هم بس عرفت الله أنت مؤمن بس، هو إبليس عارف الله. قال: أنا خير منه، شنو؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. قال ربي: فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال ربي بما أغويتني، ما في فرق، في سورة الحجر. وفرعون ذاته بقلبه عارف يا الله، هو بيتكبر زاي يا أمان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، شغل رمت لزاي لكن عارف، عارف الله، قال عارف، قال فرعون ده عارف. والدليل في سورة النمل، قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها، متيقن جوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أنا قلت لك بالدارجة زاي لكنهم ظلما وعلوا. قال الفيروز بادي: الجحود رد الحق مع العلم به، برر الداو وجوع. عشان كذا في الموت قال آمنت أنه
لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. شوف الزول ده كيف ذاته مع زمان ديل بنو إسرائيل وكذا وكذا. ما قال آمنت بالله، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني جابهم هم ذاته بيسخر بهم، لكن حاول، لكن في النهاية الله قال الآن قد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. شوف قال حتى إذا أغرق، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله، جاب ذاته بالتوحيد، لا إله إلا الذي، يعني أنا ذاتي ما إله، أما إذا عصر قال أنا ذاتي لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الغريبة في جامعة أم درمان خش علينا واحد لابس طاقية قال فرعون ده موحد، في أم درمان إسلامية هنا أقسم بالله الذي لا إله غيره مسجلة رفعوها في النت وناقشنا فيها كمان، خش قال فرعون ده موحد معروف، أقول أم فرعون موحد غد ذات إبليس يمكن يمشي يضحك لما يغمر فيها ذاته. طيب قال العاشرة أنه قرن بين من اتخذه وبين إلى آخره ذكرنا. الحادية عشرة ذكره في خطبته ذكرنا. الثانية عشرة في الحادي عشر ذكر الروافض وذكر الجهمية إلى أن قال وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد، وعلق على الكلام الشيخ محمد حامد الفقهي وهو مصري قال أول من بنى على القبور المساجد من هذه الأمة هم العبيديون الفاطميون، وذلك كان في القاهرة في مصر في قبر الحسين، الأول ناس في الأمة دي. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك ابتلي في الموت بشدة النزع. قال أهل العلم وذلك لأن يجعل الله له الآخرة صافية من كل مكدر، يعني أي ألم تم في الدنيا. والدليل على هذا الكلام الذي ذكره أهل العلم ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث فاطمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، بعد اليوم. طيب الثالث عشر ما أكرم به من الخلة صلى الله عليه وسلم. الرابع عشر التصريح بأنها أعلى من المحبة كما قال ابن القيم رحمه الله واستدل بالحديث الذي ذكر آنفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه وصرح ببعض أسمائهم كما في حديث عمرو بن العاص أنه يحب صلى الله عليه وسلم عائشة ويحب أبا بكر، ومع ذلك ما جعل أبا بكر ولا جعل عائشة في مرتبة الخلة، فدل على أن الخلة أعلى من شنو؟ من المحبة. الخامس عشر التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، ولو كنت متخذا أي من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. السادس عشر الإشارة إلى خلافته صلى الله عليه وسلم، الإشارة إلى خلافته أي خلافة أبي بكر رضي الله عنه، أشار بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا ذكر أحب، إذا ذكر أحب الناس إليه فإنه يذكر أبا بكر رضي الله عنه.